السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة وأهلا بالجميع في التوقعات الأسبوعية من يوم السبت 9 من سبتمبر وحتى يوم الجمعة 15 من سبتمبر للعام 2023. توقعات عامة لجميع الطوالع من الحمل وحتى الحوت، فلنبدأ على بركة الله مع تمنياتي لكم بأسعد الأوقات. حركة القمر لهذا الأسبوع بتوقيت السعودية من يوم السبت وحتى مساء يوم الأحد، تحديدا عند الساعة 9:35. القمر في برج السرطان من مساء يوم الأحد وحتى صباح يوم الأربعاء، تحديدا عند الساعة 8:17. القمر في برج الأسد من صباح يوم الأربعاء وحتى ليل يوم الجمعة، تحديدا عند الساعة 20:44. القمر في برج العذراء من مساء يوم الجمعة وينتهي اليوم، والقمر في برج الميزان. أوقات خلو المسار القمري لهذا الأسبوع بتوقيت السعودية: يوجد خلو مسار يوم السبت 9 من سبتمبر، يبدأ عند الساعة 6:49 وينتهي اليوم التالي الأحد 10 من سبتمبر عند الساعة 9:36. يوجد خلو مسار يوم الثلاثاء 12 من سبتمبر، يبدأ عند الساعة 8:54 وينتهي اليوم التالي الأربعاء 13 من سبتمبر، تحديدا عند الساعة 8:18. وأخيرا خلو مسار يوم الجمعة 15 من سبتمبر، يبدأ عند الساعة 4:40 وينتهي عند الساعة 20:44 بنفس اليوم. حركة الكواكب لهذا الأسبوع بتوقيت السعودية: حدث فلكي مهم لهذا الأسبوع الاقتران ما بين القمر والشمس لولادة القمر الجديد في برج العذراء في الدرجة 21:58 فجر يوم الجمعة، تحديدا عند الساعة 4:39 و40 ثانية. انتهاء تراجع كوكب عطارد ليل يوم الجمعة 15 من سبتمبر، تحديدا عند الساعة 23:21 في برج العذراء. طوال الحمل من يوم السبت وحتى مساء يوم الأحد، القمر في بيتكم الرابع، تجمعات مع الأهل والأقارب، تبادل زيارات وقضاء أجواء عائلية جميلة، وتجد الدعم والمساندة من العائلة، حصاد مالي للبعض بالأخص للتجار. يومي الاثنين والثلاثاء، القمر في بيتكم الخامس، تجمعات مع الأصدقاء، فرح وسرور وذهاب لأماكن الترفيه والتنزه واهتمام بالأولاد ومتطلباتهم وفرص لعلاقات عاطفية للخاليين. أما المتحابين والأزواج فالانتباه من إشكالات وكثرة في المشاكل والقيل والقال. باقي الأسبوع القمر في بيتكم السادس، انشغال بكثرة الالتزامات الحياتية والعملية، حذر من القلق والتوتر وحتى العصبية للبعض، تراجع نفسي فقد تكثر الأقاويل والشائعات وقد تكون حتى أخبار كاذبة سواء في حياتك الاجتماعية أو العملية. ومع ولادة القمر الجديد في برج العذراء يوم الجمعة 15 من سبتمبر في بيتكم السادس، كل هذا يتسبب في أن تعود للتفكير بجدية ورغبة بإعادة ترتيب حياتك وتنظيم جميع الأمور على أسس صحيحة لبدايات جديدة. أسبوع سعيد لطوالع الحمل. طوالع الثور يومي السبت والأحد، القمر في بيتكم الثالث، يكثر الحركة والتنقل وحتى السفر القصير للبعض، اتصال وتواصل في الواقع وحتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تبادل زيارات مع المحيط، إخوة أقارب جيران أو أصدقاء، ووقت جيد لإنهاء الخلافات وتوضيح المسائل، فرص عملية وحصاد مالي. يومي الاثنين والثلاثاء، القمر في بيتكم الرابع، اهتمام بالعائلة ومنزل العائلة، وقد تشارك البعض فرحة أو مناسبة اجتماعية كزواج، خطوبة، نجاح، أو قد يعود غائب من سفر، فرص عاطفية جديدة للخاليين، ارتباط وزواج في العلاقات القائمة، تقارب وانسجام بين الأزواج بشرط عدم السماح للمحيط بالتدخل في خصوصياتك. باقي أيام الأسبوع، القمر في بيتكم الخامس، اهتمام بأمور الحب والعاطفة وعودة لمناقشة قضايا عاطفية وتوضيح الأمور بين الشركاء، انتبه من خلاف مع الحبيب. وبولادة القمر الجديد فجر يوم الجمعة 15 من سبتمبر في بيتكم الخامس، تكون مصالحات عاطفية بين المتحابين إذا كانت النوايا صادقة والحب حقيقي، وقد تعزز بعض العلاقات بارتباط رسمي، خطوبة وزواج، وفرص عاطفية جديدة للعازبين ومن تأخر لديهم الأمر في السابق، وتكون فرص عملية ومكاسب مالية بالأخص للتجار وأصحاب العمل الخاص.
أسبوع سعيد لطوالع الثور. طوالع الجوزاء يومي السبت والأحد القمر في بيتكم الثاني، مكاسب مالية لمن أسس لذلك، أما الموظفين فتكون زيادة في الراتب أو مكافأة وتكثر المصاريف بالمقابل وبالزيادة الإنفاق، انتبه من التبذير والإسراف، والوقت جيد للمطالبة بالمستحقات المالية لدى الغير كالديون المعلقة. يومي الاثنين والثلاثاء القمر في بيتكم الثالث، تكثر المشاغل، اتصال وتواصل وتنقل، ولكن لا يستحب السفر في هذا الوقت إلا للضرورة. فرص عملية جديدة وفرص عاطفية وكلام في خطوبة وزواج للعلاقات القائمة. باقي أيام الأسبوع، انتبه من توتر وإثارة مشاكل مع الأهل أو الأقارب، وقد تكشف أسرار تخص العائلة أو الأهل. حافظ على أسرارك وخصوصيتك، قد ترجع ذكريات أو تعود أشخاص من الماضي. وبولادة القمر الجديد فجر يوم الجمعة 15 من سبتمبر في برج العذراء بيتكم الرابع، تفكر كثيرا وتستعرض حياتك السابقة وتتضح أمامك الأمور وتكشف الأسرار، وتعمد إلى تحسين أمور جذرية وتأسيس جوانب مهمة من حياتك. أسبوع سعيد لطوالع الجوزاء. طوالع السرطان يومي السبت والأحد القمر في بيتكم الأول، رغبة بالاعتناء بالشكل الخارجي والجسم، والوقت جيد لقص الشعر وشراء الملابس. تشتت، مزاجية وحتى عصبية للبعض، حاول الابتعاد عن اتخاذ القرارات المتسرعة. يومي الاثنين والثلاثاء القمر في بيتكم الثاني، اهتمام بالمال والتفكير لزيادة المكاسب، ويكون حصاد مالي ومكاسب، فيفضل الحفاظ على الأسرار وقضاء الحوائج بالكتمان حتى لا يفسد الدليل. باقي أيام الأسبوع القمر في بيتكم الثالث، تشتت، انتبه من قلقلات وإثارة مشاكل مع المحيط، وقد تكثر الإشاعات وتنقل أخبار كاذبة، تبين الأمر جيدا ولا تصدق كل ما يقال. وبولادة القمر الجديد فجر يوم الجمعة 15 من سبتمبر في برج العذراء بيتكم الثالث، تكشف أسرار المحيط وتكون غربلة للعلاقات السيئة التي تعيق تقدمك، ويكون ارتياح وتنهي التشتت وعدم الاستقرار وتبدأ الأفكار الجديدة. أسبوع سعيد لطوالع السرطان. طوالع الأسد يومي السبت والأحد القمر في بيتكم الثاني عشر، يهتم البعض بإنهاء أعمال معلقة من الماضي، ولكن قد تعاني من توتر وقلق وحتى عصبية مع رغبة بالانطواء وميل للكآبة. حافظ على أسرارك وابتعد عن إثارة المشاكل مع المحيط، واهتم بصحتك النفسية والجسدية، وتذكر الدعاء ودفع الصدقة إيجابي في مثل هذه الأوقات. يومي الاثنين والثلاثاء القمر في بيتكم الأول، رغبة بالاهتمام بالشكل والجسم، ولكن يفضل الابتعاد عن التغييرات الجذرية، فقد لا تكون النتائج كما رغبت. فرص عملية ومكاسب. باقي أيام الأسبوع القمر في بيتكم الثاني، حصاد مالي وفير لمن أسس لذلك، وفرص لرجوع أموال متأخرة كالديون مثلا، انتبه من تبذير وإسراف وحاذر من الاستغلال. وبولادة القمر الجديد فجر يوم الجمعة 15 من سبتمبر في برج العذراء بيتكم الثاني، يكون تغيير للأفضل على الصعيد المالي، تنظم الميزانية وتفكر لزيادة المكاسب المالية وتبتعد عن التبذير والإسراف، وقد تبدأ أعمال جديدة وتفكر بالادخار والاستثمار. أسبوع سعيد لطوالع الأسد. طوالع العذراء يومي السبت والأحد القمر في بيتكم الحادي عشر، سعادة داخلية، أخبار سارة، تعارف جديد، تجمعات مع الأصدقاء والمقربين، وتجد دعم ومساندة المحيط، فرص عاطفية وحل خلافات بين المتحابين، وفرص عملية ومكاسب مالية. يومي الاثنين والثلاثاء القمر في بيتكم الثاني عشر، توتر، قلق، عصبية، رغبة بالعزلة، تكثر الوساوس والشكوك، الأفضل الحفاظ على الأسرار وعدم السماح للمحيط بالتدخل في خصوصياتك، والحفاظ على الصحة النفسية والجسدية، ودفع الصدقة إيجابي في كل الأوقات. باقي أيام الأسبوع القمر في بيتكم الأول، توتر، قلق، تفكير كثير، تعود بك الأفكار وتستعرض شريط حياتك. وبولادة القمر الجديد فجر يوم الجمعة 15 من سبتمبر في برج العذراء بيتكم الأول، ترغب بالتغيير وإصلاح الأمور واتخاذ خطوات جذرية بأفكار جديدة لمختلف جوانب حياتك. أسبوع سعيد لطوالع العذراء.
طوالع الميزان، يومي السبت والأحد القمر في بيتكم العاشر. يساو نجمك، تهتم بأمور العمل ولقاءات مع المسؤولين، مناقشة مسائل عملية أو مالية، وقد تقابل أشخاص ذوي أهمية تجد منهم الدعم والفائدة. فرص للباحثين عن عمل للعاطلين. يومي الاثنين والثلاثاء القمر في بيتكم الحادي عشر. أخبار قد تكون ممتزجة ما بين إيجابية وسلبية ورغبة بتحقيق أهداف وأمنيات عملية ومالية. تجد دعم الأصدقاء والمقربين. حاول التفاؤل وابتعد عن التشاؤم، فالأمور ستكون لصالحك. باقي أيام الأسبوع القمر في بيتكم الثاني عشر. انتبه من ظهور الأعداء والمؤامرات التي تحاك ضدك في الخفاء، قيل وقال، إشاعات وأخبار كاذبة. حاذر تشويه السمعة. وبولادة القمر الجديد فجر يوم الجمعة 15 سبتمبر في بيتكم الثاني عشر، تكشف أسرار وحقائق. تترك الماضي وراءك بكل ألامه ومتاعبه، وتضع حد للخسائر وتبدأ في إصلاح الأمور، وتكون النتيجة إيجابية ومرضية. أسبوع سعيد لطوالع الميزان. طوالع العقرب، يومي السبت والأحد القمر في بيتكم التاسع. ينشغل البعض بالتواصل مع أشخاص غرباء أو خارج البلاد، أما البعض الآخر فيكون بدراسة وتعليم، والبعض ينشغل بالعمل وتحقيق مكاسب مالية. ومع هذا حاذر من العتاب مع زوج أو شريك أو أحد المقربين، وابتعد عن العصبية. يومي الاثنين والثلاثاء القمر في بيتكم العاشر. نجمك لامع في المحيط، حضور وجاذبية، فرص عاطفية وفرص عملية، ويكون اهتمام بأمور العمل والأخبار إيجابية على الصعيد العملي والمالي، وفرص لتحقيق مكاسب للتجار. أما الموظفين فتكون ترقية أو مكافأة. انتبه من العين والحسد وحافظ على الأذكار، وحاذر من الغيرة من زملاء العمل. فرص للباحثين عن عمل للعاطلين. باقي أيام الأسبوع القمر في بيتكم الحادي عشر. سعادة داخلية، فرح وسرور، وفرص لتحقيق أهداف وأمنيات مؤجلة من فترة. بولادة القمر الجديد فجر يوم الجمعة 15 سبتمبر في بيتكم الحادي عشر، بيت الأمنيات، تعرف ما تريد وتصل إليه، ويكون العلو والرفعة في العمل، المال، العاطفة، الدراسة، السفر. أسبوع سعيد لطوالع العقرب. طوالع القوس، يومي السبت والأحد القمر في بيتكم الثامن. اهتمام بأمور مالية، قد يزور البعض البنوك وتجد حل مشاكل عملية ومالية. فرص لكسب أموال بدون تعب للبعض من شريك عاطفي أو مساعدات من العائلة. يومي الاثنين والثلاثاء القمر في بيتكم التاسع. يكثر التواصل والاتصال مع أشخاص غرباء أو خارج البلاد، وتكون تعاملات عملية ومالية، أعمال جديدة، ولكن قد يخيب أملك في بعض الأشخاص، لست مضطر للتعامل معهم. باقي أيام الأسبوع القمر في بيتكم العاشر. تفكير في العمل، اهتمام بتحقيق أهداف عملية ومالية، وأمامك الفرص لذلك بولادة القمر الجديد فجر يوم الجمعة في برج العذراء بيتكم العاشر. إثبات ذات، ارتفاع وعلو عملي ومهني، إشادة بأعمالك واعتراف بجهودك. تكثر الأعمال الجديدة والمشاريع، ويكون طلب على الخدمات ورواج تجاري. أما الموظفين فقد تقلد منصب أو ترقية أو مكافأة أو زيادة في الراتب، وتحقيق شهرة للبعض. أسبوع سعيد لطوالع القوس. طوالع الجدي، يومي السبت والأحد القمر في بيتكم السابع. يكثر التعارف وتقابل أشخاص جدد، وتهتم بأمور الشراكة العملية والعاطفية. فرص عملية، توقيع عقود، بدايات تجارية، وفرص عاطفية، مصالحات مع شريك عاطفي، تقارب وانسجام مع الأزواج. يومي الاثنين والثلاثاء القمر في بيتكم الثامن. تقابل بشك وأهمال من الشريك، لا تثير المشاكل، وحاول الابتعاد عن الخلافات وتضخيم الأمور، وانتبه من احتيال أو نصب، ولا تتعامل مع أشخاص جدد. باقي أيام الأسبوع القمر في بيتكم التاسع. فرص لعلاقات عاطفية جديدة، توسع دائرة أصدقائك، وفرص عملية وتوقيع عقود، وتتاح الفرص للدراسة والسفر.
وبولادة القمر الجديد يوم الجمعة 15 من سبتمبر في برج العذراء بيتكم التاسع، تغير توجهاتك في الحياة وترتب أولوياتك وتعرف ما تريد وتصل إليه، ويكون ارتقاء عظيم في جوانب عديدة من حياتك. أسبوع سعيد لطوالع الجديد. طوالع عدلوا يومي السبت والأحد، القمر في بيتكم السادس. تزداد الضغوطات اليومية والعملية وتكلف بمسؤوليات وتكثر الأعباء، حاذر التوتر والعصبية وانتبه من تشويه السمعة ولا تكلف نفسك فوق طاقتها، قد ينشغل البعض بمسائل صحية. فرص عملية للباحثين عن عمل يومي الاثنين والثلاثاء، القمر في بيتكم السابع. فرص عملية، انتبه من إثارة مشاكل داخل العمل وقد تكون للبعض فرص عاطفية. باقي أيام الأسبوع، القمر في بيتكم الثامن. تكثر الشكوك والمخاوف وتعود الذكريات المؤلمة والحزينة، يقوى الحدس. وبولادة القمر الجديد فجر يوم الجمعة 15 من سبتمبر في برج العذراء بيتكم الثامن، تتخذ قرارات جديدة بوضع حد للمعيقات التي تعرقل تقدمك ووصولك لأهدافك، وتقرر البدء بالجديد بعد وضع نفسك في المسار الصحيح لتحقيق ما ترغب. أسبوع سعيد لطوالع الدلو. طوالع الحوت يومي السبت والأحد، القمر في بيتكم الخامس. تزداد المشاعر الرومانسية والرغبة بالحب، فرص تقارب وانسجام مع شريك عاطفي أو زوج، والوقت جيد لتبادل الهدايا. للبعض حنين لحبيب سابق، أو قد يصلك اتصال أو رسالة أو أخبار. يومي الاثنين والثلاثاء، القمر في بيتكم السادس. تكثر الضغوط والمسؤوليات، لا تسمح باستغلال المحيط وانتبه من قلقلات وتشويه سمعة قد يشكك بكم. لا تسمح بالتدخل المحيط في خصوصياتك وحافظ على أسرارك. باقي أيام الأسبوع، القمر في بيتكم السابع. رغبة كبيرة بالارتباط ووجود شريك، وبولادة القمر الجديد فجر يوم الجمعة 15 من سبتمبر في برج العذراء بيتكم السابع، تكثر فرص الزواج والارتباط بالأخص لمن تأخر لديهم الأمر في السابق، وفرص تتويج لعلاقات قائمة وتحديد مواعيد زواج. تقلب الموازين لصالحك حتى على الصعيد العملي، فرص عملية للباحثين عن عمل وفرص لبدء أعمال جديدة، شركات عملية، ولكم النصرة على عدو ظاهر أو خصم. أسبوع سعيد لطوالع الحوت. كانت هذه أهم وأبرز الدلالات الفلكية لهذا الأسبوع لجميع طوالع الأبراج. شكرا للمتابعة، أسبوع سعيد، دمتم بخير وسلام، وإلى لقاء إن شاء الله.